صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما انتظار الدمع، ما انتظار الدمع ألا، ما انتظار الدمع ألا يستهلا. يا وما تنظر عاشورا، هلا هلا عاشور، فقم جدد به مأتما. يا الحزن وداع شربا وأكلا، كيفما تحزن في مأتم أحزن أملاكا ورسلا. كيفما تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا. كيفما تحزن في شهر به ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى. كيفما تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله أسرى. ينجلي وحسايا للعلا، يا إلا هو فلا. يا يوم خر ابن رسول الله لله رزقا، ما تعالج بالثرى وضوحك الجود. يا بحس يا فتموت ضام الجبيد ممرود ومرك صرت للشايا. Oh.
غاث بغنك غنا يا ابن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. الشقوة هو عبارة عن الشر، وهي بالضبط ما يقابل السعادة، يعني عكس الشقوة هي قضية السعادة. الإنسان في بعض الأحيان يصير عنده شقاء في حياته، يعني شر يصيبه، وهذا الشر ما معلوم أنه في بعض الأحيان باختياره أو أنه خارج عن اختياره. مو كل الأشياء ترى هي باختيار الإنسان. بعض الأحيان تصير القضايا اللي يصيب الإنسان، الشرور التي تصيب الإنسان تصيبه وهي خارجة عن إرادته، وفي بعض الأحيان لا، تصير الشرور اللي يصيب الإنسان هي نتيجة أفعاله. الإنسان هو بإرادته اختار أنه يكون في هذا الطريق، وهذا الطريق نهايته إلى هذا الشر الذي أو عدم السعادة التي يصل إليها الإنسان. الآية الكريمة هي حوار عن يوم في هو من أيام الآخرة، يعني يوم الآخرة. وهذا اليوم صوره الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، ومن خلال التصوير نفهم في الآية الكريمة أنه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني الأمر شنو؟ الأمر اختياري ترى، مو أنه الأمر خارج عن إرادته، لأنه هم اللي جابوا لأنفسهم وصلوا بأنفسهم إلى هذه القضية. لذلك إحنا نقول أكو قاعدة فقهاء المسلمين يؤمنون بها، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار. الإنسان لي يقول أنا مضطر وبسوء اختياري، يقول أنا مضطر، لا أنت ما مضطر، أنت بسوء اختيارك أيها الإنسان، بسوء الاختيار الذي جلبته لنفسك أصبحت شبه مختار. ولذلك نقول إنه في هذا الحوار الذي جرى بين هؤلاء الناس وبين المولى عز وجل، هم يقولون ترى شقوتنا غلبت علينا، العذابات اللي احنا مررنا بها انفسنا هي اللي غلبت علينا، هي اللي خلتنا نصل الى هذا المستوى اللي هسه احنا امامك عباره عن مجرمين ظالمين لانفسنا ولغيرنا، والحساب امامك انت صاحب الحساب. في هذه المساله نشوف الايه القرانيه تتحدث عن امر اخر، قالوا ربنا غلب هذا القيس الحقيقة. هذه الغلبة، الغلبة هي السيطرة على الإنسان. السيطرة عندما نقول إنه أكو بعض الصفات أو بعض الكلمات عندما نتحدث بها تعطينا فد وصف معين. عندما أقول غلبة يعني في الطرف الآخر شنو موجود؟ موجود خسارة. يعني عندما أقول أنه غلب فلان فلاناً، أنت تفهم أكو هنالك شيء، أكو هنالك خسارة، صار عندك فهم أنه أكو خسارة في هذا الموضوع. فهؤلاء في حالة خسران، عندما وصلوا إلى ذلك اليوم كان هنالك غلبة عليهم. الغلبة منين إجت؟ قلت لك من سوء الاختيار، ووضحتها قلت لك. حتى الفقهاء يؤمنون بهذه المسألة، يقولون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني نفس الاختيار لا يتنافى معه.
هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا هنالك عوامل دخلوا بها. الإنسان في بعض الأحيان يدخل أو يتصرف تصرفات ترى ما يقدر يتخلص من عندها. الآن عندما تجي إحنا كثير من عندنا نبتلي بقضية التدخين. التدخين بلاء إحنا جبناه لأنفسنا. التخلص من التدخين ليس بالشيء السهل. تشوف هذا يدخن ويريد يفارق قضية التدخين ما يقدر. والعياذ بالله في بعض الأحيان لا تنجر الإيد إلى أنه تأخذ نوع من أنواع المخدرات أو هذا اللي يسمونه دراكس. هذه كذلك يأخذها الإنسان لمرة لمرتين لثلاث مرات أو في بعض الأحيان تسلية، وإذا به قد جرت قدمه وما يستطيع هذا الإنسان أنه يتخلص من هذه القضية. ليش؟ لأنه هنالك غلبة عليه. يعني بعض الأشياء تحدث حاكمية على الإنسان، تحدث شيء من السلطنة على الإنسان. الإنسان بعد ما يقدر يتخرج من عندها أو يتخلص من عندها. مثال آخر، في بعض الأحيان أكو قضايا إذا عودنا أنفسنا عليها من الصغر راح شنو؟ راح يصير عندنا طمأنينة إلها وين في الكبر. هذا اللي يعلم ابننا على الصلاة، اللي يعلم ابننا على الدعاء، اللي يعلم بنته على الحجاب، بعدين ما راح يشعر بالتعب. يوم بعد يوم راح يشوف الأمر سهل. لكنه الآن جيب لك امرأة كبيرة بالسن وغير محجبة، مو من السهولة، مو من السهولة. أكو غلبة عليها صارت. ليش؟ لأنه هي تشوف الأمر صار صعب، مو من السهولة أنه تتخلص من هذه القضية. ولذلك التعليم من الصغر كالنقش على الحجر. الإنسان عندما يعلم نفسه، يعلم أولاده، التربية الصالحة، العوامل يوفرها، العوامل الصحيحة في تربية الأطفال، إذا توفرت هذه العوامل الصحيحة وين النتاج يصير؟ النتاج بالكبر. تشوف أنه الإمرأة الكبيرة اللي بدأت في نشأة صحيحة أو الرجل الكبير اللي بدأ في نشأة صحيحة يعيش حياة طبيعية، يعيش إنسان طبيعي. ذات اليوم كانت واحدة من أرحامنا، هذه هي محجبة لكنها ما تلبس عبادة. وهناك في العرف العراقي أنه كون تلبس المرأة عبادة، في العموم الأغلب تستمر. فهي جاية تمشي وأنا قاعد أمشي قدامها وشايلة بيدها طفل. من شايلة بيدها الطفل قلت لها يابا الهواء هذا يحمل تراب ويحمل ذرات وصاخة وكذا، وهاي شايفينها الشوارع صايرة كلها تراب. فيا حبذا انه لو تخلين الطفل حذر العباية. قالت شيخنا هاي كل السالفة صعبة، لأنه هذا بس خليه يحذر العباية، أنا بالقوة شايلة العباية، هذا لو يطيح الطفل لو يطيح عباية. ليش؟ لأنه ما متعب. فأقول أنه في بعض الأحيان الإنسان إذا عود نفسه يصل إلى النتائج الإيجابية. ولذلك صاحب كنز الدقائق، صاحب تفسير كنز الدقائق رضوان الله تعالى عليه، يقول الغلبة في بعض الأحيان تؤدي إلى قضايا غير إرادية. يعني بعد الإنسان إرادته يفقدها. فإذا هذه الآية الكريمة تتحدث عن هذا الموضوع، تتحدث أنه هنالك شقوة، هنالك غلبة. وهذه الشقوة التي أو الشقاء الذي يدخل الإنسان نفسه به، هذا قد يصيب الفرد وقد يصيب ماذا؟ يصيب الجماعة. مو بالضرورة ترى هيك أمراض تكون موجودة عند الفرد. يعني مو بالضرورة أنه يكون فقط الإنسان من ناحية فردية هو الذي يتأثر بقضية الشقاءات أو الشقاء اللي هو يؤدي إلى نفسه. في بعض الأحيان أمة بأكملها تؤدي بنفسها إلى الشقاء. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. أمة بأكملها، أعمال أمة، أعمال مجموعة كاملة. ولذلك إحنا شو نقول؟ نقول هذه الأجيال اللي تهاجر، خاصة إحنا عندنا بالغربة هنا، الأجيال اللي تهاجر
خل تنتبه على تصرفاتها، ترى التصرفات اللي أنا وأنت نتصرفها باكر عقبة أبنائنا هم اللي يتأثرون بيها. يعني أنا عندما أسن سنة سيئة هنا في هذا المكان في غربة، أنا أعتبر الآن قدوة للذي هو أصغر من عندي وقدوة للمهاجر الجديد. إذا ما أراعي مسألة كل تصرف من تصرفاتي، أين أضع هذا التصرف؟ أين أضع هذا الكلام؟ ماذا أفعل بهذا الأسلوب الذي أقدمه إلى الناس؟ إذا ما أراعي هذه المسألة ترى راح أسن سنة سيئة. هذه السنة السيئة راح تصير عملية جماعية تأكل الصغير والكبير. شايفين التراجع في بعض الأحيان؟ في بعض الأحيان تدخل إلى مدينة تشوفها مدينة عامرة ديماً بالقرآن، عامرة بالمجالس الحسينية، عامرة بالندوات الثقافية، عامرة بالندوات القرآنية، عامرة بالبرامج التي هي تقدم إلى الناس بالشكل الصحيح. تدخل إلى بعض المدن تشوفها من هذا النوع، تسأل تقول هذه المدينة ليش هيك متطورة والمدينة الثانية غير متطورة، واثنيناتهم يعيشون في مهجر واحد. وإذا تشوف ثلاثة أربعة، هذا أستاذ جامعي وذاك الشيخ عالم دين وذاك إنسان مثقف وذاك حسيني، اتجمعوا كولونهم فد مركز أو فد مجموعة معينة، وإذا الناس كلها تأثرت بهم، صار هذا أبو القرآن يعلم القرآن، وصار ذاك الحسيني يعطي تلك الشعائر الجميلة وبالطريقة الصحيحة، وصار ذاك الأستاذ الذي كان في بلده أستاذ يعطي الدروس إلى الناس يعلم الناس، صارت سنة. بعد ما غلبت عليهم شقوتهم، لا، غلبت عليهم شنو؟ السعادة. وبالتالي لا إراديا الجالية والمجتمع وين قام يصير؟ قام يصير بالطريق الصحيح، ما يصير بعد أنه يصير في طريق سيء. لا، جزا الله خير الجزاء الكثير من اللي عنده، أخواننا اللي كانوا هنا وبعض الناس اللي كانت عايشة هنا، جزاهم الله خير الجزاء، وصلونا هذه الرسالة بهذه الطريقة، وهي احنا الآن عايشين في هذا المركز وفي غيرها من الأماكن، وبعض الأخوة القاعدين اللي الله سبحانه وتعالى يسأل الله أنه يطيب في أعمالهم، لهم دور، لهم دور هنا، وبعض الأخوات كذلك اللي موجودة. فهذا منين يجي؟ يجي من خلال الأمة هي التي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى ينظر بعين رعايته، لكنه عندما تكون الأمة، لا، الأمة متغيرة ومتغيبة عن الوجهة الصحيحة. يعني تشوف أنه أمة يقودها شخص مثل معاوية بن أبي سفيان، وين يؤدي إلى الأمة؟ وين يعني نهاية هذه الأمة؟ إلى أين؟ إلى الخداع، إلى الكذب، إلى الشبوة، إلى هذه العوامل اللي يولدها كم شخص من الأشخاص اللي دخلوا في تاريخ الإسلام. بعض الشخصيات دخلت في تاريخ الإسلام خربت ذلك التاريخ الوهاج، يعني ضيعت علينا تلك الجهود اللي كانت موجودة من شباب مثل علي بن أبي طالب، مثل مصعب بن عمير، مثل عمار بن ياسر، مثل حذيفة بن اليمان، ومثل الكثير، عثمان بن مضعون وغيرهم. هؤلاء تلك الشخصيات ضاعت. الآن إحنا ما نشوف يعني حتى ذكر لهم، ما نشوف أي ذكر لهم. ليش؟ صار الذكر إلى مجموعة من رواة. هؤلاء الرواة ما عرف منين جمعوهم وخلوهم، الزهري والشعبي وغيرها وابو هريره وشم واحد، منين جمعوهم؟ جمعوهم من خلال سلطنه في زمن معين. معاويه بن ابي سفيان جند كل القوى التي لديه من اجل تحريف التاريخ، من اجل تحريف المسيره. هذا الذي كان يجلس وكان يتشائم من الأذان عندما يسمع أشهد أن محمد رسول الله، الله صل على محمد وآل محمد، الله صل على محمد وآل محمد، هذا كان يدعو إذا سمع لله. لأن أبي طالب لم يرضى حتى يرفع اسمه
أو يرفع اسمه خمس مرات في اليوم. هذا كان عنده روح من الأنانية. هذا كان إيش؟ هاي الشقوة مو عفوية. هذا عنده منهج، هذا عنده مخطط. ولذلك أنت تشوف أنه هاي الأمة كلها، الأمة للأسف الشديد إيش قد تقتلت بيها ناس على أكذوبة، على صناعة أريثية كاملة اللي هي قضية دم عثمان بن عفان. اللي احنا عندنا حتى الآن إذا تشوف بعض الناس تشوف إذا صار قضية واحد من الأطراف، يعني مشكلة من المشاكل واحد من الأطراف تمسك بمسألة معينة، شو يجاوب الطرف الآخر؟ يقول لي يا أبو قيس عثمان هسه لا تلزمني. هذا الدم، ذلك القميص الذي تمسك به لفترة طويلة من الزمن، شنو ولدنا؟ ولدنا حرب الجمل، ما يقارب من 20,000 شخص قتل. ولدنا حرب صفين، ما يقارب من 60,000 إنسان قتل فيها. ولدنا مجموعة من الفتن، ولدنا كذلك انه تشوف بعض الشخصيات الإسلامية، سعيد بن جبير وسعيد بن جبير وعدي وما شابه ذلك وعبد الله الحضرمي، كثير من الشخصيات اللي كانت عايشة واللي هي تمثل دور كبير من أدوار التقدم الإسلامي، هذه كلها انتهت. يعني انت اليوم أنا الصبح صافي أقول بالله هذولي جل عدد اللي انقتلوا بسبب قضية دم عثمان بن عفان. يعني ترى إحنا ما عندنا بالفقه فد مسألة وقلنا أنه إذا قتل شخص الثأر الذي يقع له أو أنه القصاص الذي يقع له لابد أن يقتل عليه مئات الألوف من البشر، يعني قريب من 100,000 إنسان، من 100,000 مسلم قتل على قضية، ومن ضمنها ترى هاي واقعة الطف. واقعة الطف انجرت المسألة من تلك القضية التي ابتدأت في الخلافة الثالثة إلى أنه جرت وصلت إلى الحسين سلام الله عليه، ثم إلى التوابين، ثم إلى غيرها والحرة وما كل هذه المسائل جرت على أي أساس؟ طبعاً إذا تريد تراجع القضية، القضية حقيقة ما لها علاقة بدم ذلك الرجل، لأنه هو نفس الرجل ما كان إلى فد دور كبير في داخل الدولة الإسلامية، لعله الخليفة الأول والخليفة الثاني إلى فد دور كبير. يعني عندما تقف وتقرأ التاريخ تشوف أكو دور كبير وأكو فد قضية، أكو سياقات كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجودة، أكو يعني بقت ما تغيرت، لكنه في الفترة الثالثة كانت أكو مصائب كبيرة. وأنا ما أريد أبرر تلك الفترات الأولى، لا لحد يفهمني خطأ، لكن أريد أقول أنه مو ذلك التأثير اللي بحيث يستحق هذه الدماء اللي تصير، ولا عندنا في مسألة فقهية تقول والله إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قتل أمير المؤمنين، وإذا أنه إحنا نقتص من هؤلاء الناس بالشكل العشوائي، ما عندنا هيك قضية أبداً، ما عندنا في تاريخنا أنه أو في فقهياتنا أنه نصل إلى هذا المستوى، لا بالعكس، أنه إحنا نشوف أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لابن الحسن سلام الله عليه، يقول له بني حسن ضرباً يضرب، تضرب رجل ضرب، هو ضربني ضربة. أما وصلت الدرجة إلى هذا المستوى وإلى هذا التحريف بحيث استعمل الكثير من وعاظ السلاطين، يعني أنت تستغرب تلقى أنه ذلك الشعبي، الإمام الشعبي اللي هو من أئمة المسلمين ومجالسة، وين تلقاه؟ تلقى مجالسة عند الحجاج بن يوسف الثقفي، هو يجلس يمه وصديقه، هو يذكر إن شاء الله تجينا بعض الليالي نتحدث فيها شلون أنه بعض اللقاءات اللي تجري بيناتهم، يعني يقعد يمه وأكو بيناتهم مسامرة وأكو حديث وأكو صداقة. زين،
أقول عندما تصير الأمة بهذا المستوى، عندما تصبح الأمة بهذه الطريقة اللي بحيث أنه قائد الأمة محتاج، علماء الأمة محتاجين، جنود الأمة في حالة احتياج، التابعي الذي يعيش في داخل الأمة بعد تلك الفترة، بعد فترة الصحابيين، تشوف عن كذلك إيجار هذه القضية. إذن هذه الشقوة تستحق الحساب أم لا تستحق الحساب؟ الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها، يحاسب على هذه المسائل، لأنه جرت القضية إلى مستوى من الانحلال، مستوى من التفريط بمشاعر المسلمين، بدماء المسلمين. يجيب لك المسلم وذبحك ما تذبح، ماذا تذبح؟ النعام. يستبيح المدينة لعشرة أيام، حتى أنه يذكر في الروايات بعد واقعة الحرب أنه إذا أجى واحد يريد يخطب بنت من بنات المدينة، أبوها يقول له أنا ما عندي ضمانات، هل هي باكر أم هي فيه، لأنه ذلك يطلعوا علينا وخطبوا النساء، ما ندري شنو النساء. الذبح اللي جرى الآن قبل أيام أو شهرين ثلاثة، ذبحوا ذلك الرجل في طريقة بشعة، شفتوها كلكم في مصر الجريمة اللي جرت، والآن مصر ما شاء الله وين مصر فيها ذلك. هذا الرجل اللي انذبح اشقد قشعرت الأبدان، ماكو واحد من المؤمنين ما تألم. وأنا أقسم لك لو أنه كافر، ولو أنه يهود، ولو أنه أي ملة من الملل اللي بعض الناس، مو أقول أنه اليهودي إلى حد يقتل ذا حاشا لله، بس أقول أي إنسان أي بشر يقتل بهذه الطريقة، بل حتى أي حيوان أجل الله السلام، عندما يقتل بهذه الطريقة، طريقة هذا بشعة ما يتقبلها العقل البشري، العقل البشري لا يستطيع أن يتحمل مثل هذه الطريقة. وحياتك الحسين سلام الله عليه عندما قتل، قتل بأشنع من هذا، لأنه اللي هجموا على هذا الرجل هجموا عليه ما يقارب 1000-1500 إنسان، ومو كلهم كانوا راضين، البعض كان يدافع، والبعض كان مراضي، والبعض كان منعزل، لكن الحسين سلام الله عليه على أقل تقديرات في الروايات 4000 شخص واجه الحسين سلام الله عليه وسحبوه مثل هذا السحب وبهذه الطريقة. وإذا كان هذا الرجل يجر في الأسواق، الإمام الحسين سلام الله عليه كان يجر، وكان ذلك الذي يبصق بوجهه، وكان ذلك الذي يرمي الحجر عليه، وكان ذلك الذي يضع الرمح في صدره، وكان ذلك الذي يشتو على صدره ويسب أباه ويسب أمه، وكان هنالك من فعل الكثير، حتى أنه جرد في بعض الروايات أنه جرد حتى من ثيابه. هجي وصلت الدرجة بالأمة الإسلامية، أمة منهزمة تماماً. الصورة احنا ما كنا واضحة عندنا، ليش؟ لأنه أرباب المقاتل يصعد الخطيب يلقي الخطاب بهذا الشكل، لا، الخطاب الحقيقي هذا اللي شفتوه، اللي شفتوه علناً في الأرض هذا نفسه، لكنه ضيف عليه يجي واحد شايل حجرة كبيرة يضعها على رأس الحسين، وضيف عليه بعد يجي واحد يقذف الحسين سلام الله عليه ويحز رقبته من القفا، وضيف عليه بعد الخيول متجمعة متجهزة من أجل أن تدوس على صدر الحسين سلام الله عليه حتى تدب صدر الحسين. هذه منين اجت؟ هذه معضلة التأريخ. عندما يصير الانحراف، ولذلك أنا أقول هذا صاحب في ظلال القرآن، هذا الرجل في بعض الأحيان عنده تصويرات أدبية في التفسير، يقول ذولي وصلوا إلى مستوى من الانحراف ومن الشقاء ومن عدم العلم عند الله سبحانه وتعالى، أن الله بعد آيتين ماذا يقول لهم؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني ما لكم أي كلمة، ما لكم أي حديث، لأنكم عشتم مجرمين ومتم ظالمين، وسوف يكون جهنم هي الخلد إليكم. هذا الخلد اللي أنتم راح تعيشونه، وين راح تعيشونه؟ من خلال الجريمة اللي أنتم صنعتوها. أكو بعض الشخصيات تنظر إلى المصداق الخارجي فقط، هذا يعني قصدي القضية الخارجية، يعني الشيء اللي برا، وما لهم علاقة
ذولي ما لهم علاقة بأي شيء. هذا اللي ترى اللي جرى السيف ويريد يحز رقبة الحسين سلام الله عليه، هذا ما ناظر إلى الحسين أبداً، هذا ناظر إلى نفسه، ينظر إلى نفسه فقط، قاعد يشوف صورته فقط. والذي يجرد الأطفال من الأقراط وما شابه ذلك ومن ما لديهم ومشحنهم أمام ناس جايين سبايا، شنو عم يسرق؟ هذا اللي يسرق، هذا اللي يسبي، هذا الذي يقف أمام زينب ويتحدث معها ويسب أباها، هذا ما ناظر إلى زينب، وهذا ما يعي ما هي زينب. هذا الآثام اللي أخذته. ولذلك أقول إخواني، إخواني الإثم خلنا ننتبه، وهذا رجاء أخوي، لأنه في بعض الأحيان الآثام اللي نرتكبها تأخذ بينا تجر بينا إلى مسائل إحنا ما نقدر أنه نوقفها فيها. ترى دولي مو كلهم يعرفون الحسين، دولي أهل الشام مو كلهم يعرفون زينب، أهل الشام أكيد مو كلهم يعرفون الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أهل الشام مو كلهم يعرفون مسلم بن عوسجة، بل معظمهم ما يعرفون مسلم بن عوسجة، اللي قتله مسلم بن عوسجة مو كلهم يعرفونه، لعله مقاتلين الكوفة اللي موجودين بين الجمع جمع ابن زياد هم اللي يعرفون، لكن الجهات الأخرى ذولي غلبت عليهم شهوتهم، الفساد، الانحراف، أكل المال بالباطل، هذه المسائل الإنسان إذا ما يتحرز منها، إذا يبقى طول حياته يعيش وهو منحرف، ما إلى يوم من الأيام أنه يجاري الحقائق التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أنه يعيش حياة الصلاح، حياة البعد مع الله جل وعلا. هذا في يوم من الأيام يشوف نفسه أنه هو يرتكب جرائم من حيث لا يعلم، هو يسأل نفسه يقول أنا ليش أرتكب هذا الجرائم؟ ذولي اللي وقفوا أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، ذولي أدوا بأنفسهم إلى أنهم يرتكبون مثل هاي الجريمة، هاي الجريمة الكبيرة، هاي الجريمة العظيمة اللي مثل ما قال الحج أبو بلال بالساعة ما يقارب من 1370 سنة تذكر هذه الجريمة على الناس، ونلعن بهم ليل معناها، ليل معناها نقول اللهم لعن أول ظالم ظلم محمد وآله وآخر تابع لهم على ذلك. هذا اللعن اللي يلعنون به من أين جاء؟ من شقوتهم، من تصرفاتهم، من الآثام. الآثام تؤدي بالإنسان إلى هذا المستوى، يقفون أمام الحسين سلام الله عليه، والإمام الحسين يعني كان في بعض الروايات أنه طلب الماء، وهذا يقف أمام الإمام الحسين ويقول له يا حسين لا تذق الماء حتى ترد على ماذا؟ على الحامية أو إلى الحامية، الحامية يعني جهنم. قال بل أرد إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسقيني شربة ماء لا أظمأ بعدها أبدا. هذا اللي يتحدث مع الحسين بهذه الطريقة، هذا ما يعرف شنو الحسين سلام الله، هذا ما يعرف أنه هذا الرجل عند القابلية أنه يصبر على الآخر. الذي يجر الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو مقيد بالأصفاد، هذا الإثم قد جعل له غشاوة، هذه الغشاوة بعد ما تخلي يفقه وين طريقه، والسائر على غير الطريق لا يزيده كثرة السير إلا بعداً عن ماذا؟ عن نفس الطريق، الطريق بعد انتهى عليه ما يقدر يرجع. الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسين أدرك أنه إذا استمر يزيد ابن معاوية في معادلته هذه في الأمة الإسلامية، فالأمة الإسلامية بأكملها سوف تذهب إلى الحرب. هذه الآية الكريمة توضح مسألة مهمة، أريد أختم بهذه الفكرة، توضح مسألة مهمة.
أنه الاندراج الجماعي. بعض الأحيان نستنبط من القرآن آيات قرآنية لها علاقة بنهضة الإمام الحسين السلام. الأمة الإسلامية إذا لم يكن بها ثار، إذا لم يكن بها شخص مثل الحسين في ذلك الزمن، فيحل عليهم ماذا؟ يعني يستحقون العذاب. الحسين إمام معصوم، واحدة من مهام الإمام أنه يجنب الأمة مثل هذه العذابات، يخلص الأمة ولو بمقدار معين ولو بمستوى معين. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد أن يغير في داخل الأمة الإسلامية ما قدر يغير الأمة، كان يروح إلى من؟ يروح إلى تمار. تمار شخص يبيع التمر، قاعد يشتري من المالكة التي تملكه، يشتري 500 دينار أو درهم، يكتب 500 دينار يدفع على واحد يبيع التمر، شنو فائدة المجتمع؟ وإذا هذا عنده قلب يستوعب جميع الأسرار التي كانت عند علي بن أبي طالب، اللي هو مثل التمر، اللي حاولوا جهد الإمكان أن يخرجون من عنده سر واحد ما استطاع، رادوا أنه يهزمونه ما استطاع. كان يداري شخصيات مثل رشيد بن الهجري، مثل بعض الشخصيات مثل حبيب بن مظاهر، مثل هذا الرجل ابن عنبسة وغيره. هؤلاء شخصيات كبيرة، صنع الإمام هذه المجموعة من الشخصيات ليصل إلينا هذا صافي اللبن. وإلا إذا كل شيء بهذه الخديعة وبهذه المخالفات، احنا ما راح يوصل لنا شيء، راح كل الأمور تتلوث علينا. فلذلك الحسين عندما أحس بهذه الأمور، عندما أحس بهذه الضرورة، خرج الحسين سلام الله عليه من مدينة جدة، وهو يقول في كلمة: لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولون الرواة أنه الإمام الحسين عندما خرج من المدينة، أول ما قصد قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وصل إلى ذلك القبر وهو يريد أن يودع، يعني كأنما كلمات مودع الإمام الحسين، يريد يودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد يودع هذه المدينة الطيبة التي حوت ذلك الدين العظيم، حوت ذلك الإسلام. وقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جلس بقربه وهو يبكي أسفا وألما، وهو يعلم ما سوف يحدث له، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبره بما سوف يجري عليه. ضمني يا جاد في هذا الضريح، ضمني يا جاد في هذا الضريح، علني يا جاد من بلوى همومي أستريح ضاق بي، يا جاد من وسع الفضاء كل فسيح وغسى طود الأسى يندك بين الدكتين. فعلا الإمام الحسين عندما ودع وصى
أوصل إلى عرصة كربلاء. أقول يا رسول الله لو عاينت الحسين وحيدا وهؤلاء القوم قد داروا عليه من كل جانب وهو يناديهم أيوجد ابن بنت نبي على وجه الأرض غيري؟ لكنها آذان لا ترضى أن تسمع. فسل كربلاء يا كم من حشايا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يد، ولك سلام الله عليها لما مرت على جسد الحسين عليه السلام تقول لي يا أخا يا وما لك معين أخا يا وسبا يا أخا يا وما لك معين وغلمانك على الغبر مطارين. لم يبقى أحد الحسين سلام الله عليه، جميعهم صرعى على أرض كربلاء. زينب تنظر إليهم، هذه الجثث الهامدة التي فصل عنها تلك الرؤوس، حال زينب ولا بندش بعد ضلي الليالي بحق هذه الأيام يا الله.
الأخوة الحاضرين، الأخوة المؤسسين، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك يا أرحم الراحمين. من سألني الدعاء أخواني الحاضرين، اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله، شافي مرضانا، ارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، من مات على الإيمان، إلى شهدائنا علمائنا من لهم حق علينا، رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. Yeah.